اجري من هنا، اجري من هنا. اطلع واحدة ست. ايوه اطلع وبسرعة. يلا يلا مسدس يا مان. اطلع. حاضر حاضر. نعرف انت مين وبتعملي ايه بالظبط. سوق انت ساكت. هتوديني في ده وتقولي لي سوق انت ساكت؟ انت في عربيتي يا هنا. مش من مصلحتك انك تعرف حاجه. يا سلام، امال ايه اللي بيحصل ده؟ دخن؟ لا ما بدخنش. انت اسمك ايه؟ يا سلام، اسمي عبد المجيد راتب، مهندس وصاحب مصنع راتب للمنسوجات. صاحب مصنع في السن ده تبقى يا وارث يا بتساعد الانجليز. هنغلط ليه؟ وبعدين انا اللي اسال مش انت. تجاوبني اجاوبك. انت ازاي بتردي كده باعصاب بارده؟ عشان انا حاطه رقبتي على كفي ومستعده اواجه الموت في اي وقت. ده مش كلام واحده هربانه من حاجه صغيره، ده كلام الناس اللي كانوا معانا في الكليه. بس انا مش شعيب. بس بتشتغلي في السياسه؟ ليه لا، هي السياسه اتخلقت للرجاله بس. لا بس انت عارفه يعني تقاليدنا وعاداتنا. تقاليدنا متخلفه وعاداتنا متخلفه ولازم تتغير. بس اصلك يعني حلو قوي على انك تمسكي مسدس. تستظرف بقى، ده وقته. لا مش قصدي، مش قصدي حاجه ابدا. بس يعني واحده زيك المفروض تكون متجوزه ومخلفه ومتستته وعندها خدم وحشم. وقف هنا. انت رايح فين؟ لا انا كنت عايز اقول لك كلمتين قبل ما تمشي. يلا قول بسرعه. ايه هما؟ انا لا وارث ولا غني حرب. ولا مصدقاك. انت واضح انك انت راجل طيب. وانت بصراحه ست غريبه قوي. وقفتنا مع بعض خطر جدا. يلا امشي بقى. يلا غسيل مخ ده.